تشوف جلسة شباب ينقصون. فقلت اني اخش عليهم بلحية الثوب القصير بيشردون، لان بعض الناس مثل ما قلنا يا اخوان اول مشهر مطوع يسبب ماكس. كان في جنة طوع طوع بقع يشرد. ليش يا حبيبي طول العرض؟ والله ما في زي حنان المطاوع يا شيخ، والله احلى حنان زي ابو حنان يا شيخ، قسم بالله يضمك نسيك حليب امك. الله المستعان، قربتك حريه ابو حنان يا حبيبي. فابو حنان يا اخوان المفروض انه ما يجي يقتل الشباب صراحه. يا اخواني فجيت عند الشباب قلت صعب اني اخش بلحيتي وكذا، قلت بسوي حركه سريعه حتى ايش؟ اجذب الشباب بسرعه. فتلثمت طلعت العيون، يقول لك العيون السود شلون املها. المهم اول ما جيت قلت هوا يا شباب هوا سارة هوا سارة، قلت نطول 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 نطول. قلت ابن الذين انت وياه كيف عرفت؟ واحد قال نطول الدقر مهربة. يا الله سبحان الله يا اخوان، قلت تعال انت وياه يا الله انك قريب طفطف مسجل تعالوا تعالوا. ويجتمعون الشباب قسم بالله لا مايكات ولا شيء، لكن الله اراد شيء. الشارع فول شباب وجنس طيحني جاي ها وردي وحركات. سبحان الله يا اخواني اول ما وقفت قمت اتكلم، جو الشباب يجتمعون مش المخلوق العجيب اللي قصير ذا يتكلم. اول ما جيت يا اخوان تكلمت ونكت مع المضحك معه، سبحان الله جاني واحد من اجلج مرتفع يمين يسار جاني قال طوع عندي سؤال خاش عرض وطول ما ادري ايش يبغى يا شيخ. قلت تفضل. قال كيف انصر رسول؟ ونصيص معاه كيف انصر رسول؟ قلت اتبع السنه يا الغالي ابد انت انصر رسول واكمل القصه واتكلم اتكلم. قال طوع عندي سؤال. قلت تفضل. قال كيف انصر رسول؟ بتتبع السنة ورحم أمك يا شيخ وابشر بالخير صلي. أنا عطيت وجهي شوي كملت القصة وأنا تأثر القصة قلت طوي سؤال سؤال قلت سام. قال كيف أنصر رسول؟ قسم بالله مسكت كيف أنصر رسول؟ قلت أنت وجهك تعال براسك حبتين بتنصر رسول شكشك لي هنا طالب كأن حزت القلب كذا أخي مطالب. شوي رحت السيارة ركبت يا إخوان خش والله علي مع الدريشة كيف انصر رسول؟ طلعت فيه قلت يا اخي انت والله ما تطنز عليك والله ما تريق عليك يا مطوع كيف انصر رسول؟ قلت انت قمت تتكلم معك قال انت ما ينفع معك جلسه انت الله يجزاك خير جيب رقم جيب رقمك رقمني شوي قلت جيب رقمك انت يبغى لك جلسه يقول لي قلت يبغى لك جلسه قلت انت ما يبغى لك جلسه يبغى لك حفله يا شيخ ومراكز هيئه وكل شيء هيئه كبار العلماء. المهم اخذ الرقم يا اخوان والله العظيم بعد 3 ايام ما انسى يتصل علي رقم ثابت تلفون. السلام عليكم. السلام كيف حالكم هدى طيب وشلونك؟ حياك الله يا شيخ. قال معاك عبد العزيز العنزي. قلت والله ونعم حياك الله. قال قبلت من علي. قلت والله كثير اللي اخذ رقمي سم امن. قال كيف انصر رسول؟ يا الله والله ابغى تقفل الجوال. قلت حياك الله يا مرحبا. قال ابغى اقابلك ضروري ضروري ضروري. قلت خلاص بعد ساعه عطني رقمك واقابلك. قابلت بعد ساعه وين بورشه مو مسجد ولا بالكعبه عند الكعبه ولا بالحرم لا بورشه. قابلت قال يا مطوع انا ابغى اتوب. قلت توب يا حبيبي. قال والله كيف اتوب؟ قلت ابد قدم ملف علاقي 4 صور كشف الراس وشهاده حسن سير السلوك وتوب. من جدك انت قدم عن مدرسة انا ما ادري عنك كيف تتوب. شك من يعني شك همومك وغمومك لله. التوبه مو لازم تصديق اقوال يا شباب وزحمه لا التوبه بينك وبين الله. سبحان الله يا اخوان والله العظيم دقائق قال ابو هدى انا عندي هيك وهيك 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 بتوب. قلت هيك وهيك وهيك قليل. قلت طيب خذ هيك وهيك 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 بسيطه. قال بالله خلك معه. قلت خلك مع الله وابشر بالخير. والله يوميا يجي عندي من العصر كان عندي جلسه من العصر الى العشاء للتايبين والشباب. من العصر يا اخوان الى العشاء جالس معانا قسم بالله العظيم يا اخوان فتح الله على قلبي ذيك الليله انت كان يقربون تزوجت ابشرك وسوينت امور بيت سياره مستقيم ذيك الليله ما شاء الله قلبوا الحين بحلقه واحفظ القران الحمد لله. فقلبه للهدايه
جينا في سعادة ولا لا يا اخوان؟ قسم بالله تجينا اتصالات من شباب تبكي العين. واحد الشباب يقول انا احس اني بدون فلان شيك بدون رصيد، انا احس بدون فلان سيارة بدون كفرات، انا احس بدون فلان طفل بدون حفاظة.